السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أحبتي في الله حياكم الله وأهلا وسهلا بكم جميعا في درس جديد. تعرفنا خلال الحصة الماضية على مفهوم المشيدات constructors، وذكرنا بأن المشيد هو عبارة عن إجراء فرعي نضعه داخل الكلاس، يعني عبارة عن procedure نضعه داخل الكلاس، ودوره يتمثل في إنشاء الأوبجكت. حينما نقوم بإنشاء أوبجكت من كلاس معين، ففي تلك اللحظة التي نقوم بإنشاء هذا الأوبجكت من الكلاس يتدخل دور الكونستراكتور، بحيث يمكننا من إسناد قيم بدئية لحقول الكلاس للفيلدز أو الأتريبيوتس الموجودة في الكلاس. فهذا هو دور المشيد، يعني يقوم ببناء الأوبجكت، ومنه سمي بالمشيد نسبة إلى التشييد construction. في حصة اليوم إن شاء الله سوف نتعرف على مفهوم يقابل مفهوم المشيدات، بل ويقع على الطرف النقيض منه، وهو مفهوم المهدمات destructors. الديستراكترز أو المهدمات هي عبارة عن إجراءات أو إجراء، المهدم هو إجراء يقوم بإنهاء الأوبجكت. كما تعلمون فالأوبجكت له بداية وله نهاية، يعني له لايف سايكل، له دورة حياة. يبدأ عند النيو حينما نقوم بإنشاء النسخة، يعني يبدأ عند الكونستراكشن، الكونستراكتر يبدأ عمل الأوبجكت، والديستراكتر ينهي عمل الأوبجكت. المهدم نحن لا نقوم بكتابة أي كود، هو تلقائيا يتم هدم الأوبجكت، والمقصود بهدم الأوبجكت يعني تحرير الذاكرة من هذا الأوبجكت، لا يعني تصبح الذاكرة لا يوجد بها هذا الأوبجكت، نقوم بإخلاء الذاكرة من هذا الأوبجكت وتحريرها. فعملية التحرير هذه تسمى destruction، يعني عملية هدم الأوبجكت، نقوم بحذف هذا الأوبجكت من الميموري، من الذاكرة. فالدوت نت فريمورك، أو بالأصح CLR، يعني الآلة الافتراضية التي تنفذ عليها برامج الدوت نت، هي التي تقوم بآلية التنظيف التلقائي بواسطة آلية تسمى Automatic Garbage Collector. هذه الآلية تقوم بتحرير الذاكرة من الأوبجكتس التي انتهى دورها، يعني حينما يكون عندي أوبجكت وينتهي الاستخدام منه، من يقوم بتحرير الذاكرة منه؟ Garbage Collector، Automatic Garbage Collector. هذه الآلية هي التي تقوم بتنظيف الذاكرة وتقوم بمسحها من الأوبجكتس التي انتهى دورها. متى ينتهي دور الأوبجكت؟ ينتهي دور الأوبجكت يعني حينما يتم هدمه، يعني نسند له القيمة Nothing، يصبح لا تصبح له قيمة، أو يتم يعني إخلاؤه من الذاكرة عبر نهاية سكوب الخاص به. مثلا لو أنا أستخدم أوبجكت داخل هذا الفورم، فحينما أغلق الفورم خلاص السكوب بهذا الأوبجكت انتهى، وبالتالي يعتبر هذا الأوبجكت لا دور له، وبالتالي يتم إنهاؤه من الذاكرة وتفريغه. هنالك إجراء موجود مسبقا، هذا الإجراء هو اسمه Finalize، يقوم بعملية إنهاء الأوبجكت. يمكننا إعادة تعريف هذا الإجراء بما يتناسب معنا، يعني هو تلقائيا لسنا في حاجة إليه، خلاص الأوبجكت حينما ينتهي الGarbage Collector تقوم بتنظيف الذاكرة منه. لكن أحيانا قد نحتاج إلى تنفيذ كود معين في هذه اللحظة التي يتم إنهاء الأوبجكت فيها. على سبيل المثال، حينما ينتهي أوبجكت معين نريد أن نقطع الإنترنت مثلا، على سبيل المثال، أو نريد أن نعلم بعض الكائنات الأخرى، بعض الأوبجكت، بأن هذا الأوبجكت قد انتهى من الذاكرة ولم يعد موجودا. كيف السبيل إلى ذلك؟ السبيل إلى ذلك أحبتي في الله بإعادة تعريف الإجراء Finalize الموجود مسبقا، نعيد تعريفه. وإعادة التعريف هذه في حد ذاتها هو عبارة عن مفهوم قائم بذاته في البرمجة الكائنية يسمى Overriding، سنتعرف عليه إن شاء الله بعد التعرف على الوراثة. عموما ركزوا معي فيما يلي، المهدم هو الذي ينهي حياة الأوبجكت، الأوبجكت يبدأ بواسطة الكونستراكتر، والذي ينهيه هو المهدم، والمهدم يتم استدعاؤه تلقائيا ويتم إخلاء الذاكرة منه، إخلاء الذاكرة من الأوبجكت الذي نريد هدمه. لكن نريد يعني إذا أحببنا أن نضيف بعض الأوامر إلى هذا المهدم، نستطيع ذلك من خلال إعادة تعريف الإجراء Finalize. كيف السبيل إلى ذلك؟ هذا ما سنتعرف عليه الآن بحول الله. ندخل ونضيف كلاس جديد، أو نأتي إلى هنا إلى الفورم، ننشئ الكلاس هنا، كلاس نسميها مثلا كلاس Books. هذه الفئة سنعيد تعريف الإجراء Finalize فيها. هذا الكلاس بوك سننشئ أوبجكت منه، يعني نأتي أولا ننشئ أوبجكت هنا ديم مثلا بوك as new class books. هنا تدخل من الذي يتدخل هنا؟ هنا تدخل المشيد الكونستراكتور. هنا قمت بإنشاء نسخة من الكلاس بوكس، سأعيد تعريف Finalize، لكن قبل ذلك دعوني أنفذ وأشاهد ما الذي سيحصل.
طبعا في الحالة الافتراضية هذا الذي سيحصل. الآن تم إنشاء الأوبجكت من الكلاس بوكس، حينما أغلق خلاص تم تحرير الذاكرة من هذا الأوبجكت بواسطة آلية الجاربيج كوليكتور، لم يعد هذا الأوبجكت موجودا في الذاكرة. أحيانا كما ذكرنا نريد أن نقتنص يعني الفترة التي يتم إنهاء هذا الأوبجكت فيها من أجل تنفيذ كود معين، كيف السبيل إلى ذلك؟ قلنا نعيد تعريف الإجراء فاينلايز، نأتي الإجراء فاينلايز معرف في الكلاس الرئيسي protected، لذلك وجب احترام هذا الأمر. ثم overrides وهي صيغة تعريف إجراء أو دالة أو method بصفة عامة موجود في الكلاس الرئيسي. overrides sub هو عبارة عن إجراء اسمه finalize، ثم نضغط على enter. الآن أحبتي في الله الكود الذي سنكتبه هنا سيتم تنفيذه عند إنهاء أي object مستنسخ من الكلاس books، واضح كيف؟ فنأتي الآن إلى هنا وننفذ كود معين وليكون رسالة على سبيل المثال، نريد أن نظهر رسالة نقول في هذه اللحظة أو لقد تم إنهاء هذا الكائن this object was مثلا terminated. فالآن ما الذي سيحصل؟ رأينا قبل قليل أنه حينما نفذنا الفورم وأغلقناه لم تظهر لنا أي رسالة لأنه خلاص تم تحرير الذاكرة بالاعتماد على finalize الرئيسي. الآن سيتم الاعتماد على هذا الكود الذي كتبناه الآن في تحرير الذاكرة بواسطة إعادة تعريف الإجراء finalize. طيب ننفذ على بركة الله ونشاهد في هذه اللحظة تم إنشاء الأوبجكت، واضحة؟ يعني تم حجز مكان في الذاكرة لهذا الأوبجكت. الآن سأغلق، ما الذي سيحصل؟ تم إعادة تعريف finalize، يعني حينما يتم إخلاء الذاكرة عليه أن يعرض لي هذه الرسالة. نغلق، لاحظوا this object was terminated. فهمتم كيف أحبتي في الله؟ في تلك اللحظة أو بعد تلك اللحظة التي تم تفريغ الذاكرة أو إنهاء هذا الأوبجكت تم عرض هذه الرسالة. هذا هو المشيد أحبتي في الله، افتراضيا يعني في الغالب الأعم لا نحتاجه إلا في حالة استثنائية، مثلا كما ذكرنا نريد إجراء عملية معينة، نريد إخطار أوبجكت معين بأن هذا الأوبجكت قد انتهى وما إلى ذلك. نكتفي بهذا القدر خلال هذه الحصة، على أمل أن أكون قد وفقت في شرح مفهوم المهدمات. أرجو من الله العلي القدير أن يوفقكم ويسددكم ودام لكم البشر والفرح، ونلتقي في الحصة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.